طبعا مصاحب له العميد محمد مرجان مدير عام او المدير التنفيذي للنادي الاهلي. كابتن محمد مرجان مساء الخير. مساء الخير يا فندم استاذ محمد. اهلا بحضرتك كابتن مرجان وسعداء بمشاركتك معنا. رب يخليك ليا وانا اتعب جدا لما بخش علاقات الاهلي ببقى تعيد جدا والله. دايما بنسعد بمشاركتكم في بيتكم طبعا قناه النادي الاهلي كابتن مرجان. عايزين نعرف او الجمهور والمشاهدين عايزين يعرفوا منك تفاصيل اكتر عما تم الوقوف عليه. برامج العمل ماشيه حسب الخطه الوقت المستهدف ولا لا؟ ومدى توافق العمل اللي بيجري في كل المقر والافرع حاليا مع البرنامج الانتخابي لقائمه الكابتن محمود الخطيب. هو الحمد لله يعني بنطمن الناس الامور ماشيه بشكل كويس جدا. رئيس النادي متواجد كل يوم في النادي، اعضاء مجلس الاداره كل واحد مكلف بملف شغال فيه على قدم وساق. النهارده الامين الكندور رئيس البعثه النادي الاهلي بتسوانا ووصلوا بالسلامه النهارده الحمد لله وطمنونا، وربنا باذن الله دعواتنا كلها معاهم بالفوز ان شاء الله باذن الله. المهندس خالد مرتجي معاه الملف الاهم والملف اللي هو عوده الجماهير للملاعب وشغال فيه بشكل الحمد لله رب العالمين كويس. الاستاذ ابراهيم الكفراوي معاه العضويات لجنه العضويات هو والاستاذ طارق قنديل شغالين كويس برضه، بالاضافه الى ملفات اخرى كتير. اعضاء مجلس الاداره كلها بتتحرك كلها عشان خاطر انت عارف بنسابق الزمن والحمد لله يعني السوشيال ميديا الناس متابعانا اول باول، متابعين اكتر ما احنا بنبقى موجودين وبنسمع حاجات وبنشوف حاجات احنا ما بنبقاش عارفينها عن نفسنا، بس الحمد لله احنا بنطمن الناس كلها متابعين موجودين بصفه مستمره في النادي على مستوى الاداره التنفيذيه. كان في اجتماعات زي ما انت شفت امبارح، رئيس النادي كان موجود في مدينه نصر امبارح، عمل اول لقاء مع قطاع الناشئين برئاسه كابتن فتحي مبروك، وكان معاه لجنه الكوره الكابتن عيد عبد الشافي، وكان معاه كابتن حسام غالي، واجتماع الحمد لله كان اجتماع كويس سمع فيه كل المشكلات الفتره اللي فاتت وايه اللي ممكن اللي هم يحلوها الفتره اللي جايه، لان انت عارف قطاع الناشئين بالنسبه لنا وبالنسبه للنادي الاهلي هو العصب الاساسي اللي احنا عايزين نركز عليه الفتره اللي جايه. طبعا نفس القصه اول مره بتحصل، وده نهج رئيس النادي وضعه الفترة اللي جاية إن شاء الله على طول هيبقى مستمر بصفة مستمرة. اجتمع برضه مع المديرين الفنيين ومديرين قطاع الناشئين للنشاط الرياضي جميع الألعاب سواء الجماعية أو الفردية، وكان الاجتماع ده مثمر برضه. لقاءهم برئيس النادي اتكلم معاهم الرسالة اللي لازم توصل لهم، ازاي بيتعاملوا مع لعيبتنا، ازاي بيعلموا أولادنا مبادئ وأخلاق النادي الأهلي، ازاي بيعلموا أولادنا روح السنة الحمراء ويقاتلوا عليها ازاي. النادي الاهلي انت عارف يا استاذ محمد يعني قدرنا اللي احنا دايما لازم يبقى في بطولات، لازم في انتصارات. اكيد اكيد ده طبعا ده امر مرتبط بالنادي الاهلي منذ نشاه هذا النادي العريق وحتى الان طبعا. نمره واحد، وجمهوره مش هيقبل الا انا المركز الثاني، وجمهوره مش هيقبل غير بالنمره واحد فقط لا غير المركز الاول على طول. فالنادي الاهلي بينافس دايما في كل الالعاب في 19 لعبه وطبعا على راسهم كره القدم المركز الاول فقط لا غير، ومحدش بيتنازل عن هذا، وده كلام اللي وصله كابتن خطيب للمديرين الفنيين. طيب كابتن محمد الصور الجميله قدامنا على الشاشه من الزياره الميدانيه اللي اجراها الكابتن الخطيب بالامس الى النادي الاهلي في مدينه نصر، هل الزيارات دي في سياسه ثابته في النادي مجلس إدارة هيكون حريص عليها طوال سنوات الفترة الانتخابية الخاصة بالمجلس الحالي إنها تكون بتتم بشكل دوري في كل المقرات؟ احنا اتكلمنا طبعا الفترة اللي فاتت، احنا ابتدينا الكلام ده من بداية شهر 7 من 1/7، احنا 30/6 انتهينا كانت كشف حساب كامل قدام كل الناس بداية من استلام المجلس في 1/12/2017 لغايه 30/6/2018. كنا الاول في البدايه كان مجلس الاداره بيرتب البيت من الداخل سواء على الجهاز الفني لكره القدم وقطاع كره القدم بالكامل، وبعديها النشاط الرياضي بالكامل، قبليهم كان الاداره التنفيذيه واختيار المديرين التنفيذيين. بعد كده النهارده ابتدينا نتحرك بقى على ارض الواقع، وكان في زيارات ورئيس النادي حاطط زيارات جدول زمني معين، كل 10 ايام متواجد ميدانية في فرع، وهو كل يوم متواجد في النادي في المقر الرئيسي في الجزيره بيتابع الملفات دي بنفسه شخصيا. فالزياره بتاعت امبارح دي كانت ناتج للزياره كانت تمت قبلها ب 10 ايام، شاف فيها تطوير وشاف الحركه مستمره على مستوى المشروعات الكبيره الاول والمشروعات اللي هي الاساسيه اللي الاعمال الصيانه بقى الدوريه اللي بتمس العضو ده بالذات، عشان خاطر احنا بنشتغل على التوازي، بنشتغل مشروعات ضخمه بنغير فيها الاسوار النادي، بنغير فيها البوابات الرئيسيه للنادي، وفي نفس الوقت برضه بنقدم خدمات للاعضاء اللي هي بتمس العضو. احنا اخذنا امبارح مواعيد استلام 1/8 ان شاء الله باذن الله في مدينه نصر، هنستلم ثلاث مواقع كانت محتاجه تغيير ومحتاجه صيانه لاعضاء النادي دي، هنستلمها ان شاء الله يوم 1/8.
باذن الله في يوم 15/9 هتبدا تبان الملامح الرئيسيه لمنطقه الجلوس الاعضاء الجديده بالكامل. بمنطقه المطاعم الجديده هتقدم خدمه لاعضاء النادي الاهلي. منطقه الاسوار 15/8 برضو ان شاء الله المنطقه الاسوار الخلفيه لميت ناصر هتبقى انتهت المرحله الاولى بالنسبه لها بالكامل مع امارتها. في منطقه محلات برضو ان شاء الله هتفتح على ناحيه منطقه الاسوار الخلفيه في مدينه نصر برضو باذن الله هنستلمها 15/9. يعني في حركه مستمره على مستوى نادي الاهلي فرع جديد. والامور ماشيه كويس من ناحيه البرنامج او الجدول الزمني الموضوع للتطوير ده وايضا الجانب الخاص بالتمويل والتغطيه الماليه. هي فضل ربنا سبحانه وتعالى الامور الحمد لله ماشيه بشكل كويس جدا. في حاجات طبعا العضو ليس له علاقه بيها او اي حد ليس علاقه بيها، لكن احنا اخذنا على عاتقنا هذا الكلام. عشان كده العمل متواصل ليل نهار عشان خاطر ننفذ البرنامج. يمكن احنا الكابتن خطيب اتحدى وبيعمل تغييرات شامله في النادي، فتحنا في وقت واحد يعني مستوى مشروعات كبير جدا بس احنا على عهدنا اللي احنا نخلصها دون المساس بالعضو ودون المساس بالموسم الصيفي، وخصوصا اللي بقى فيه اقبال. انا كنت متاكد انك تقصد الكلام ده يا كابتن مرجان، لان دايما بتبقى مسؤوليه كبيره على اي مجلس اداره او اجهزه تنفيذيه في اي مؤسسه كبيره زي النادي الاهلي ازاي يعملوا عمليه التطوير والانجاز في الخدمات وفي الانشاءات والابعاد الهندسيه ودخول العاملين في القطاعات دي او في عمليه التطوير دي من غير ما تسبب خلل للنشاط او للرياضه او لاجازه الصيف او لمستوى الخدمه اللي بيحصل عليها عضو النادي. دي دايما طبعا تحدي الأهم. كبير جدا يعني ده الاهم يا استاذ محمد. ليه؟ لان انت النهارده نتيجه هذا الكلام اللي خلى الكابتن الخطيب بمجلس ادارته يتحملوا لهذا الكلام على عاتقهم، اللي هو اثناء الجولات الانتخابيه كانت الناس بتتكلم على النادي الاهلي بشكل معين، حب النادي الاهلي عشق لينا، احنا عايزين النادي الاهلي في 2018 يبقى نمره واحد في مصر. وبناء عليه انت بتعمل اول مره بتحصل من 20 سنه او اكثر اذا ما كانش اكثر، انت بتغير الشكل العام للنادي الاهلي اللي يتواكب مع 2018. انت بتغير الشكل الاسوار البواب بالكامل، دي هويه النادي الاهلي اللي الناس كلها ان شاء الله باذن الله عقب ما انتهي هيفتخروا بيها ان شاء الله. طبعا في ناس بتنقد في هذا الكلام، يقول لك الاسوار كانت هتفيد ايه العضو، طب البوابه كانت هتفيد ايه العضو. لا انا بقول لحضرتك انت هتفخر بهذا الكلام ان شاء الله، هتفخر. هي مش هتفيد العضو بس، هي هتفيد كل اهلاوي بروحه المعنويه اللي هو ده روح النادي الاهلي اللي احنا عايزينها، بدايه من انشاءاته الخارجيه واسواره اللي هي تليق بالنادي الاهلي في 2018، نهايه بالخدمات اللي بتقدم لداخل الاعضاء على مستوى اللائق ليهم، مع الحفاظ على كافه الاسعار اللي بتتقدم في ظل ظروف الغلاء اللي احنا ماشيين فيه. انت النهارده بتتحدي حاجات كتير جدا، عايز تقدم خدمه مميزه بسعر كويس. النهارده العضو بتاعك النهارده بقى بيجي الحمد لله رب العالمين الخروج الاساسي بتاعه في النادي، انا عايز احافظ على اولادي، مش عايز اولادي يخرجوا بره النادي، انا عايزه يبقى خارج رايح النادي، فيبقى توفر له كل الامكانيات اللي هو ما يدورش على خروج بره. بدل ما انت عايز تخرج بره، لا تعالى هتخرج في النادي هتلاقي الحاجه اللي انت عايز تشوفها بره هتلاقيها في النادي واسعار ارخص من بره كمان. هو ده اللي احنا عمالين بنسابق فيه الزمن. فالحمد مع بقى العوامل الثانيه، الامان لاولادنا وفكره انه داخل اسرته الكبيره عائله الاهلي، حاجات كتير قوي. احنا كده احنا طول عمليات ربنا كده في النادي، يمكن جت فتره كان الشباب ابتدى يتنمرض على النادي، هو ده العنصر الاساسي بالنسبه لنا اللي احنا بنحاول نعمل له جذب بشتى الطرق اللي هو يبقى موجود. احنا كنا بنيجي النادي الاهلي الساعه 7 الصبح، ما بنمشيش من النادي الاهلي غير 12 بالليل. فكنا موجودين، ده بيتنا وده حياتنا، فكنا عايشين فيه. ولادنا برضو نفس القصه، احنا بنحاول نوفر لهم بقدر الامكان اللي هو اما يجي النادي يبقى عنده، ما يخرجش من النادي، ما يبقاش محتاج يخرج في الشارع بره، لا تعالى مهما عملت في النادي دي اسرتنا. زي ما انت حضرتك قلت، انت في وسط بيتك، في وسط اسرتك، كلنا عيله واحده بنحافظ على بعض. وهو ده اللي احنا بنتحرك فيه على مستوى الاداره التنفيذيه بمسانده المجلس الاداره، وبننفذ برنامج عائله الاهلي. النهارده انت عندك 3 وحدات علاج طبيعي بتتفتح، النهارده العلاج الطبيعي في اهل الجزيره اشتغل الحمد لله ومقدم خدمه مميزه لرواد النادي الاهلي والفرق الرياضيه للنادي الاهلي على قطاع كبير جدا جدا جدا. في عياده علاج طبيعي اتفتحت في الشيخ زايد الحمد لله رب العالمين. اتعملنا النهارده، انا بكلمك كل الانشاءات الداخليه اللي هي بتهم الاعضاء النادي الاهلي. تمام، على المستوى الفني النهارده زي ما انت حضرتك شايف الكابتن قاعد مع جهاز الكوره، قاعد مع قطاع الناشئين، قاعد النهارده مع المديرين الفنيين. بكره ان شاء الله لسه مبلغني برضه كابتن رفعت القادم مدير النشاط الرياضي اللي الكابتن هيبدا يقعد مع مدربين القطاعات بالكامل. جميل. ليه؟ لان احنا برضه بنشتغل على بنسمع الشكوى. احنا النادي الاهلي له لوائح معينه احنا لا نتدخل فنيا. ولكن احنا بنجمع كل اراء الاجهزه الفنيه المختلفه علشان توفروا لها من خلال قرارات مجلس الاداره الحاجات اللي هم محتاجينها. وفي نفس الوقت رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره والاداره التنفيذيه بتسمع للعضو
مع احترام الكامل للاعضاء بشكواهم، ولكن هناك لائحه اساسيه انت لا تتدخل فنيا في الاختيار، لا تتدخل فنيا مين هيلعب ومين ما هيلعبش. عشان كده نفس القصه، وبنسمع المشاكل بتاع الاجهزه الفنيه وبنحاول نحط الحلول الوسط اللي هي لازم النادي الاهلي يطلع المركز الاول. النادي الاهلي ما بيقبلش المركز الثاني، ممكن في انديه ثانيه كتير بتبقى مبسوطه بالمركز الثاني، النادي الاهلي لا يقبل الا المركز الاول. عشان كده اولادنا لاعبتنا في كافه المستويات عليهم على مسؤوليتهم عاطف كبير جدا جدا جدا، ازاي تسعد جماهيرك وازاي تحافظ على المركز الاول. هو ده احنا بنتحرك فيه. موفقين ان شاء الله. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا، وان شاء الله توفقوا في الوصول لافضل مستوى والانتهاء من اعمال التطوير والنهوض بكل الامور الانشائيه والخدميه والرياضيه داخل النادي وفي كافه الافرع او المقار المختلفه للنادي الاهلي.